بسم الله الرحمن الرحيم. الحج هو فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم، وهي منسك وركن خامس من أركان الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يمكن كل قادر أن يؤدي هذا الركن وهو في كامل صحته وقوته وقدرته على تأدية هذا الركن العظيم. فهو ركن عظيم فرضه الله سبحانه وتعالى ليدرك الناس قيمة ومعنى التجرد لله سبحانه وتعالى ومعنى العبودية لله عز وجل وحده. فباجتماع الناس في بيت الله العتيق يدرك الناس أنهم على سواء، لا فرق بينهم بين غني ولا فقير، ولا ضعيف ولا قوي، ولا متعلم ولا جاهل، فكلهم يؤدون هذه العبادة لأنهم أدركوا أنهم عبيد لله عز وجل. فباجتماعهم هذا في بيت الله العتيق ما هو إلا سهر لكل عرق يذوب في سبيل عبوديتهم لله عز وجل. فبالاجتماع هذا كما قال الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبالاجتماع هذا تنصهر كل الأعراق وكل الأعراف، ويتعارف الناس ويدرك أن عبوديتهم متجردة لله عز وجل وحده، ليس يشغلهم في هذه الدنيا شيء سوى الانتماء لله عز وجل، لا يبتغون إلا الأجر والغفران والثواب. فدوام الاستغفار هي اللهجة الأولى والباقي عندهم هناك في بيت الله العتيق. لا يعرفون إلا الله، لا يتوجهون إلا الله، لا يسألون إلا الله، يدركون أنهم موقوفون بين يديه، يدركون أنهم ميتون وأنهم سيبعثون. وما اجتماع الحجيج في بيت الله العتيق إلا مشهد مصغر من مشاهد يوم القيامة، يدركون أنهم سيحشرون وسيحاسبون وسيذهبون إلى الله عز وجل بأعمالهم التي عملوها، فيتوجهون إلى الله عز وجل بسؤال ملح بدوام الغفران، فينفرون عن عرفات يدركون أن الله سبحانه وتعالى بيقين أنه قد غفر لهم. فنسأل الله عز وجل أن يمكن كل مسلم أن يذهب ليحقق هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو بكامل صحته وقواه، ويكون الله عز وجل قد مكنه من ذلك. وننصح إخواننا المسلمين في كل أقطار الدنيا بأن يتوجهوا إلى تأدية هذا الركن وهم في عز شبابهم وفي قوتهم، ليؤدوا هذا الركن بحقيقة عبادته وحقيقة معناه. وقبل التوجه إلى بيت الله العتيق أن يدركوا مناسك الحج ومعناها، ولماذا شرع الله عز وجل، كيف شرع الله سبحانه وتعالى الطواف، ولماذا طفنا ببيت الله العتيق، ولماذا شرع الله عز وجل السعي بين الصفا والمروة، وكيف كانت سيدتنا هاجر تسعى بين الصفا والمروة وهي تبحث لإسماعيل عليه السلام عن الماء، وكيف جعلهم إبراهيم عليه السلام في بيت الله العتيق في واد غير ذي زرع، وبعد أن سأل الله عز وجل أن يجعل الناس تهوي إليهم، تهوي أفئدة كما قال الله عز وجل: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وكيف شرع الله سبحانه وتعالى لنا المبيت في منى، معناه التجرد من كل شيء، معناه الانتظار، معناه الالتقاء، معناه السهر لكل عرق، السهر لكل عرق في هذه الدنيا، لكل فكرة، لكل معنى سوى التجرد لله عز وجل. كيف شرع الله سبحانه وتعالى الوقوف بعرفات، معناه الاستغفار والعبودية والسؤال لله عز وجل والتجرد من الدنيا وما فيها، لا يسأل فيها العبد
إلا عن الله عز وجل، ولا يسأل فيها إلا عن الغفران، ولا يستجير من هذه الدنيا إلا بالله عز وجل. فهذه الأحكام التي شرع الله سبحانه وتعالى في هذا الركن الخامس هي أركان عظيمة شرعها الله سبحانه وتعالى لتكون سببا لغفران العبد عند الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يمكن كل عبد من عبيده أن يؤدي هذا الركن وهو بكامل قواه باستطاعته المادية والعقلية والجسدية ليؤدي عبادته لله عز وجل بحقها. فيها عبادة إن تمكن بها العبد وهو قادر فلا ينتظر، فهي أغلى شيء في هذه الدنيا يؤديها العبد، وهي أعلى مراتب الغفران عند الله عز وجل عندما يتوجه إلى بيت الله العتيق، وعندما يقف بين يدي الرحمن ينتظر على عرفات، يلهج بدعائه، يلح على الله عز وجل بدوام الغفران، وينفر عن عرفات متوجها إلى رمي الجمرات ليدرك أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له، وقد وعده الله سبحانه وتعالى بالجنة، وقد عاده إلى هذه الدنيا إذا قد كتب له عمر وهو مغفور الذنب مقبول عند الله عز وجل من عباده المؤمنين. فأسأل الله عز وجل أن يعود العام القادم وموسم الحج وركن الحج قد تكلل بالإيمان وتكلل بأمير الإسلام، قد رفع راية الإسلام، ليكون للحج معنى وليكون للعبادة طعم آخر تحت ظل الإسلام وتحت ظل راية الإسلام التي يتحقق فيها معنى العبودية لله عز وجل. ولا نسأل الله عز وجل سوى ذلك، وأن تكون عزة المسلمين قد تكللت بأمير حج يبعثه خليفة المسلمين ليؤم الناس على عرفات ويخطب فيهم كما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكمال هذا الدين وبانفراديته وبانفرادية الله عز وجل للعبودية وحده، وبتجرد الناس من أي شيء في هذه الدنيا سوى اللجوء إلى الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية.